صباح الخير عليك يا زميلتي العزيزه نهاوند، ده كل التحيه لزميلي العزيز كريم وكابتننا طبعا الكابتن رمضان السيد، والشكر موصول والتحيه موصوله ايضا لجمهور النادي الاهلي. خليني ابدا معاك يا كريم، ويعني انقل لنا كده خطوه بخطوه ماذا يحدث. انتوا وصلتوا امبارح، مين كان في استقبالكم؟ حسب المعلومات اللي عندي سياده السفير كان عنده حاله عزاء فكان القنصل موجود، بعد كده وصلتوا للاوتيل، بعد كده النهارده هيتم التدريب الساعه كام، غدا التدريب هيكون شكله ايه، لغايه يعني التدريب النهائي ان شاء الله يوم الجمعه استعدادا بقى ليوم السبت. نقلنا الاجواء عندك، اتفضل. يا رب طبعا في البدايه كل الاجواء هنا والظروف تكون يعني مع الفريق النادي الاهلي، ورحله الدفاع عن اللقب غالي جدا طبعا، البطوله العاشره ان شاء الله باذن الله بجديه اللعيبه وبتركيزهم الكبير ان شاء الله باذن الله نقدر في 90 دقيقه نرجع من كازابلانكا رافعين الكاس ان شاء الله باذن الله، ويمكن دي ثقه كبيره جدا من كل جمهور النادي الاهلي في كل اللعيبه والجهاز الفني. انت عارفه طبعا زميلتي نهاوند وزميلي كريم يمكن توجهنا مباشره من مطار القاهره في تمام الرابعه عصرا، الرحله يمكن استغرقت 5 ساعات و10 دقائق، وصلنا هنا الى مطار الدار البيضاء يعني نقدر نقول 8:30 بتوقيت كازابلانكا، في فرق ساعه طبعا بين مصر وبين الدار البيضاء، لكن مباشره مجرد وصلنا الى مطار كازابلانكا تواجد طبعا معالي القنصل ومسؤولي السفاره بالكامل لتسهيل الاجراءات الخاصه بالتاشيرات والاجراءات الخاصه في المطار، لان يمكن كان في تكدس شويه في مطار الدار البيضاء امس، لكن يعني طبعا مع مجلس اداره النادي الاهلي ومع التنسيق الكامل الامور الحمد لله كانت طيبه جدا لكل البعثه بالكامل، ومباشره الى فندق الاقامه. يمكن قلنا فندق الاقامه بيبعد عن المطار 35 40 دقيقة، كمان احنا كنا متواجدين في التوقيت الحظر، يعني الحظر هنا بيبدا 11 مساء، فلكن الساعه اللي كانت قبل الحظر ما بيبقاش في اي حد متواجد، فنقدر نقول ما استغرقناش وقت طويل حتى وصول فندق الاقامه. مجرد الوصول لعيبه مباشره تناولت وجبه العشاء ومنها طبعا الى الغرف، فندق جيد جدا طبعا، ويمكن الجانب الاداري بناكد عليه بشكل مميز جدا، الكابتن سعيد عبد الحفيظ الكابتن سمير عدلي اختيارهم بيكون موفق جدا، ليمكن الراحه او ما فندق الاقامه بيكون مميز بيساعد لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا على التركيز فقط، اما الفندق بيكون في اي مشاكل يعني الامر ما بيبقاش جايب بالنسبه للعيبه، لكن ده اللي احنا متعودين عليه الحقيقه من الجهاز الفني والجهاز الاداري من النادي الاهلي، ان الامور الحمد لله كلها بتكون مرتبه بشكل مميز جدا، لان المردود ان شاء الله مستنيينه باذن الله يوم السبت 8 مساء بتوقيت المغرب 9 مساء بتوقيت القاهره، وهي موعد مباراه الاهلي وكايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا. النهارده نقدر نقول بقى اليوم صباحا كالعاده نقدر نقول النهارده 10 صباحا هو افطار لاعبي النادي الاهلي، يمكن الفطار فري الجهاز الفني طبعا واستشاري التغذيه الدكتور عبد الرحمن سعيد، يعني يمكن عامل فري شويه الفطار بالنسبه لعيبه النادي الاهلي اللي عايز يكون متواجد، يمكن في بعض اللعيبه كمان صايمه للنهارده، لكن على طول خلاص مباشره عقب انتهاء الفطار نقدر نقول بقى هيكون في غداء 2:30 بتوقيت المغرب، ومحاضره فنيه اخيره هنا في فندق الاقامه 6:30 بتوقيت الدار البيضاء، ومنها مباشره التحرك الى ملعب كهرماء الدار البيضاء اللي هيستقبل النهارده تدريب فريق النادي الاهلي الاول. يمكن الملعب ده تدربنا عليه الحقيقه في النسخه الماضيه، ويمكن كان فال وشه ويمكن وشه كان حلو علينا، ويمكن فزنا على نادي الوداد المغربي بنتيجه 2-0، ملعب جيد جدا، ويا رب ان شاء الله باذن الله يكون النهارده جرعه تدريبيه لفريق النادي الاهلي قويه يستفيد منها كل اللاعبين، بيتسو موسيماني ايضا كمان اللي بيحاول ان هو بشكل كبير جدا يحضر كل الفيديوهات وكل اللقطات وكل المباريات الاخيره لفريق كايزر تشيفز، فريق قوي فريق مميز ما نقدرش نقول عليه فريق سهل، ويمكن ده اللي بياكد عليه بشكل كبير الجهاز الفني، بيحققوا نتائج مميزه جدا، بيعرفوا يلعبوا فرق الكبار، بيعرفوا يلعبوا المباراه الواحده، فمحتاجه مجهود اكبر من الجهاز الفني ومحتاجه مجهود وتركيز اكبر كمان من لاعبي النادي الاهلي، لكن الحاله اللي احنا شايفينها وحاله التركيز وجود مجلس الاداره معانا يمكن متواجد معانا طبعا كعادته طبعا ويمكن الرساله الدائمه من كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، نائب رئيس مجلس اداره ايضا كمان الاستاذ عامر فاروق، الاستاذ خالد مرتجي، الاستاذ خالد الدرندلي، الاستاذ طارق انديل، الاستاذ محمد سراج، كل الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي متواجد معانا، ويمكن دي مديه اشاره كبيره جدا للعيبه النادي الاهلي ان البطوله مهمه جدا، وجمهور النادي الاهلي منتظر بشكل كبير ان شاء الله باذن الله ان ربنا يكون مع فريق النادي الاهلي ونرجع ان شاء الله منتصرين ورافعين كاس البطوله العشرة. الامور الحمد لله طيبه حتى هذه اللحظه، بنعمل بقى مع مرور الايام الطقس والجو وتحركنا وكل الامور دي تكون معانا ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله ثقتنا كبيره جدا في كل لاعبي النادي الاهلي. انا معاكم لو في استفسارات زميلتي نهاوند زميلي كريم. انا كنت لسه عايزه اسالك عن الطقس، لو تنقل لنا برده الطقس اخباره ايه هناك، لان احنا عايزين نطمن اكيد على اللعيبه بتاعتنا، وفكره كمان ان موسيماني الحركه اللي عملها الرائعه بصراحه ان هو اخذ معاه كل المقيدين، يعني قلنا كريم نيدفيد وغيره، فده برده انعكاسه بالظبط، فانعكاسه ايه برده كده لو تنقل لنا في الطياره وفي الفندق والاحاديث الجانبيه اللي دارت يا كريم، اتفضل.
يعني هبدا معاكي زميلتي نهاوند بالطقس. الحقيقه انا الطقس مميز جدا، يعني يمكن وصلنا كان 8:30 مساء، يعني درجه الحراره 24 و25 وفي بروده شويه، يعني الامر ده كان مهم جدا مفتقدينه الحقيقه في مصر. درجات الحراره مرتفعه جدا، لكن الجو هنا الحقيقه مميز، وبنامل ان نكون يوم السبت ان شاء الله في نفس الموعد هذا الطقس المميز جدا. الاجواء هنا طيبه جدا، والحقيقه يمكن ذكرتي شيء مميز جدا زميلتي نهاوند، يمكن بيتسو موسيماني لعيبه كلها متواجده معايا، لان في لعيبه كبيره وقيمتها كبيره جدا، يعني على راسهم طبعا وليد سليمان واحد من كباتن النادي الاهلي. وليد مش جاهز، لكن دوره مهم جدا في المعسكر، ودوره مهم جدا مع اللعيبه، واحاديث مستمره. كريم نيدفيد كمان، ومحمود متولي، ومحمد محمود، كل اللعيبه متواجده. ده امر مهم جدا، لان الجماعيه في هذا الامر، والاحاديث الثنائيه والاحاديث الجماعيه، وكل واحد بيحفز زميله، ده امر مهم جدا. ويمكن مش كبير على النادي الاهلي، ومش بعيد على كل الكباتن. بنشوف الشناوي، ايمن اشرف، وليد سليمان، سعد سمير، كل اللعيبه الكبار كباتن فريق النادي الاهلي بيحفزوا وبيشجعوا اللعيبه، زي واحد زي اكرم توفيق، يعني اداؤه مميز جدا، بيحمسوه بيحفزوه. وبنتمنى كمان اكرم يكون ليه دور الحقيقه في المباراه النهائيه على اداؤه المميز والرائع جدا. الاجواء مطمئنه والاجواء طيبه، ولاعيبه النادي الاهلي مركزه بشكل كبير، المعنويات مرتفعه من المباراه الاخيره من بطوله الدوري العام في فصل تام. زميلتي نهاوند انت عارفه بين بطوله الدوري والبطوله الافريقيه هي مباراه وحيده 90 دقيقه، في حاله التعادل هنبدا نخش في اكسترا تايم. بنامل ان شاء الله ما نوصلش لهذه المرحله، بالجديه الكبيره اللي شايفينها وبشخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء، نقدر ان شاء الله باذن الله في 90 دقيقه ننهيها، ونقدر ان شاء الله كمان مره نرجع بكاس البطوله العاشره في دوري بطولات النادي الاهلي. انا قبل ما اختم هسالك حاجه سريعا جدا، طمنا عن طاهر محمد طاهر يا كريم لو تسمح. طاهر جاهز بكل قوة للمباراة، سواء يكون متواجد في دكة البدلاء أو في القائمة بشكل عام، وبينضم له كمان علي لطفي. يعني علي لطفي كمان بيعلن جاهزيته بالنسبة للتدريب اللي كان أمس في مختار التتش، يمكن شارك في التدريب الجماعي بكل قوة. طاهر محمد طاهر وعلي لطفي وكل اللعيبة الحقيقة جاهزين بشكل كبير. ويمكن المرحلة دي بقى زميلتي نهاوند محتاجة تضحيات كبيرة جدا، ومحتاجة إنكار ذات كبير جدا من كل اللاعبين، هو هدف واحد إن شاء الله بإذن الله نعود من هنا. ويمكن الدعم كمان مهم هنا من كل جمهور المغرب، جمهور الوداد وجمهور الرجاء الحقيقه بيدعموا وبيشجعوا، اي حد بيقابلنا بيتمنى لنا الفوز، ده امر كنا مفتقدينه بشكل كبير، لان لو كان الطرف هو الوداد الامر كان هيكون مختلف شويه. فيا رب كل المؤشرات دي وكل الجو والمناخ والطقس وكل الامور دي تكون معانا ان شاء الله يوم السبت، يا رب ان شاء الله باذن الله دعوات كل جمهور النادي الاهلي نقدر بكل قوه ان شاء الله نعود بالبطوله العاشره ان شاء الله باذن الله. شكرا على هذه التغطيه جدا.